السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نضيف ادنس تدينا بعض الامكانيات في ان احنا نرسم حاجات خاصة بالعمارة. فهاجي هنا في edit performance وراح قايل له ان انا عايز هنا arc ARCH. تمام، هلاقي هنا عندي اللي هو arc mesh وفي arc back، هعلم على الاثنين. وبعد كده ممكن تيجي مثلا من ادس وتقول له مش، وتروح داخل هنا على ارك مش مثلا تقول له انا عايز ارسم دور، فبيبدا يجيب لك الدور. تقدر تعمل له موف ليه بحيث ان انت تنقله للمكان اللي انت عايزه دور، وتقدر تنقله مثلا هنا مثلا اهوت. بالشكل دوت تمام. ممكن تمسك دي برضو وتختار مثلا انت عايز تعمل لها موف بالشكل دوت، عايز تعمل لها مثلا اكسترود، او عايز تعمل لها سكيل بالشكل دوت. تبدأ تكبرها زي ما انت عايز تمام. عايز تعمل اكسترود لاي جزء من الاجزاء اقول له خليني في الايديت مود، واقول له ان انا عايز اشتغل على الفيس، واقول له مثلا ان انا عايز اعمل اكسترود للجزء دوت. اعلم بالشكل دوت يبدا يكبرها دلوقتي. طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز احط مثلا اضيف نافذه، فاجي انا من اد واقول له ان انا عايز اضيف مثلا اي حاجه من الحاجات ديت، روف ستير كولوم زي ما انت عايز مثلا كولوم اهوت. تقدر تعمل له موف لهنا كده مثلا بالشكل دوت.